بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في محكم كتابه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أيها الحق الكريم، الأستاذ الأول المتمرس الدكتور محمد حسين هذا الصغير برنامج الإعلام، العلامة الكبير الأستاذ المتمرس الدكتور محمد كاظم بكار، السيد عميد كلية التربية الأستاذ الدكتور سامي الفحاوي، السيد مدير مركز دراسات الحكومة الأستاذ الدكتور الحجار، أساتذة كلية التربية الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بادرة طيبة اقترحها علي أستاذنا العلامة الدكتور الصغير بأن تقيم كلية التربية حفلا تربيعيا لفقيدة العراق وفقيدة اللغة العربية الأستاذة الدكتورة العالمة خديجة الحديثي. خديجة الحديثي هي ظاهرة كبيرة في النحو العربي. ولدت في مدينة البصرة عام 1935 ميلادية، وتدرجت بمراحل الدراسة حتى دخلت كلية التربية، وتخرجت منها عام 1956 حاصلة على شهادة البكالوريوس اللغة العربية، ثم سافرت إلى القاهرة ودرست الماجستير اللغة العربية، وكانت الرسالة عنوانها أهمية الصرف في كتاب سيبويه تحت إشراف الأستاذ الدكتور عبد الحليم النجار. ولعل القارئ يتعجب من الكتابة الدقيقة في هذه الرسالة، والتعجب ليس مني وإنما من مقدم هذه الرسالة ومناقشها وإسجادتها الدكتور شهر الريف، حينما قدم الرسالة بكتاب طبع بعد وفاة أستاذها عبد الحليم النجار، وكانت طباعة الكتاب في عام 1964. عشقت كتاب سيبويه واستطاعت أن تدخل في كل أن تخوض في هذا البحر الكبير الذي يطلق على كتاب سيبويه كتاب البحر، ثم تدرجت بعد ذلك حتى وصلت إلى شهادة الدكتوراه، فكتبت عن أبي حيان النحوي الأندلسي، وطبع الكتاب مرتين، واقتحمت عالما كبيرا وهو علم الحديث الشريف، وكتبت رسالة فريدة من نوعها وكتابا فريدا من نوعه، وهو موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف. ذكرياتي مع الدكتورة خديجة الحديثي من ذكريات أساتذتي حينما كانوا يرددون هذا الاسم علينا في محاضرات الدرس، وأتذكر في 3/12/1989 حينما جاءت إلى كلية الفقه وشاركت بالمؤتمر العلمي الخامس الذي عقدته كلية الفقه تحت عنوان العروبة والإسلام من المنظور المعاصر، وقد التقيناها وتحدثنا معها واتخذنا كثير من الصور معها، وكانت الأبحاث دقيقة جدا حيث قدمت بحثا بعنوان العروبة والإسلام كما قدم زوجها الدكتور أحمد المنظور رئيس المجمع العلمي العراقي بحثا بهذا العنوان، وقدم جميل سعيد وقدم نهر عن المعجم العربي، وأتذكر أن أستاذنا العلامة الدكتور الصغير قد قدم بحثا رائعا عنوانه بأثر القرآن الكريم في الحفاظ على أصالة اللغة العربية، وأتذكر أن أستاذ الدكتور أيضا أستاذنا الكبير الدكتور بكار كتب بحثاً رائداً خصائص اللسان العربي في الرسالة الإسلامية، وطبع هذا البحث في 3 مجلدات، وتمت المناقشة على أوج صورها في قاعة الإدارة المحلية سابقاً، قاعة تابعة لكلية الفقه، وكان جيل كبير جداً من الأساتذة الرواد من أساتذة اللغة العربية وهم يتلاقون الدكتورة خديجة الحديثة ظاهرة من ظواهر النحو العربي. أدعو أساتذتنا الكبار
العلامه الاستاذ الاول المتمرس الدكتور محمد حسين الصغير، والعلامه الدكتور المتمرس الدكتور محمد كاظم البكاء، ليشاركوا في الحفل التأبيني عن استاذتنا الاستاذه خديجه حديث الفضلات الشريف. نبدأ الحفل التأبيني مع الكلمه العلميه للتلميذ الدكتورة خديجة الحديدي الأستاذ الدكتور محمد كاظم البكاء، فليتفضل المشكور. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية وأنا في حضرة التأذين لأستاذتي العالمة الفاضلة المربية خديجة الحديثي، أبدأ قائلا وما موتها، لا والله ما ماتت، وما فقدها فقد امرئ واحد، وإنما ولكنه وما فقدها فقد امرئ واحد، ولكنه بنيان قوم تهت. فقدنا تراثا كان للناس مرجع، فقدنا تراثا كان للعلم موئلا، فقدنا تراثا كان للبحث مصدرا ومنهج علم زاد فينا التقدم. نهمنا لها في النحو غاية جهدها، نهبنا لها في النحو أقصى حدوده، فقوى خواف العلم فينا قواعده، فقوى العلم فينا قواعده. الدكتورة خديجة الحديثي من أي نواحي أتيته كما يقال، بل الجهد المعروف والجهد ساحر، عالمة فاضلة، زوجة صالحة، مربية. خديجة الحديثي العالمة، ونحن ننقل خبرها على وسائل التواصل، أكثر من 100 شخصية ومؤسسة علمية من كل الوطن العربي تناقلوا خبر وفاته. فاتصل بي أحدهم وهو من العلماء، قال أني لم أحظى بتدريس الدكتورة الفاضلة المرحومة الفقيدة، ولكني تدمرت على كتبها. تلك هي خديجة العالمة في النحو، وكتبت كثيرا عن سبويه حتى صارت مصدر لسبويه في العالم العربي. نعم، كنت في ضمن دراسة الدكتوراه، وكانت تدرسنا النحو، أتابعها وأسألها، وأنا في الدكتوراه لم أهتدي إلى معرفة كتاب سبوع بصراحة، أعرف منه أشياء وغابت عنك أشياء، أساعدها ما معنى هذه الجملة، ما معنى هذا النص. قالت لي رحمه الله: يا حمد،
خذ كتاب سموح واجعله رسالة للدكتوراه. من هذا الدكتور كتاب سموح الذي يقال فيه قبل أن أكون من أراد أن يقرأ كتاب سموح فهل ركب البحر؟ قال فأغرق، أغرق في هذا البحر. وتحيرت الكتاب فيه، ولكني الحمد لله انتهيت فيه إلى أن انتهيت، حتى صار عندي يقين، وهذا أقوله لنفسي وللآخرين، أن من قرأ كتاب سبويه فلا يحتاج إلى غيره من كتب النحو وعلى ضمة العلمية. كتاب دليل. هذا الكتاب توفي سبويه 185، وترك كتابه في القرن الرابع الهجري زمن السراج 417، يعني أن كتاب سبويه كان مدرسة قرنين من الزمان، 200 عام. هذا الكتاب الذي تخرج فيه هؤلاء الأعلام، أين هو الآن؟ هذا كتاب سبويه كان أحد تلاميذ الجرمي عالم علماء الأمة، وأنتم تعرفون ذلك. كتب ملاحظات عن كتاب سبويه، قال أود أن أنشرها في البحر. قيل له استحي، من أراد أن يؤلف كتابا مثل كتاب سبويه فليستحي. قال لا، لا بد أن أنشره. فنصحه أحد العلماء، قال سمه طرخ كتاب سبويه. قال هذا سبويه، أين نحن هنا؟ والحمد لله أنجزت شهادة رسالة الدكتوراه بعنوان منهج كتاب سبويه، واتضح لي اتضح. ثم أعانني سبحانه وتعالى والدكتورة خديجة الحديثي على تأليف تحقيق وتصنيف وشرح كتاب سبويه في 6 مجلدات. وجزا الله خيرا سماحة العلامة حجة الإسلام سيد فارس الثاني، تبرع على نفقته في طبع الكتاب. وجاءت لي رسالة من أحد علماء الأزهر، قال لي يا دكتور أرجو أن تكمل عملك هذا بتأليف كتاب اسمه المختصر، لأن الناس لا تقرأ هذه المجلدات الست. والحمد لله أنجزت المختصر. كل هذا لا أريد أن أتحدث به عن نفسي وعن سبويه، ولكن أريد أن أتحدث عن هذه العالمة الفاضلة التي دعتني وربتني وثقفتني هذه الثقافة العالية. وهذه الثقافة ستمتد إلى طلابنا وأحبائنا، وسيذكرون أن ما قلته هو عين الحقيقة. هذه هي الدكتورة العالمة. أما الدكتورة ماذا أقول في البيت، والشيخ العلامة الكبير الدكتور محمد حسن صغير من الذين يترددون على بيتها أنا أقول. والله عندما تدخل بيتها لا تشعر أنها لديها شهادة الأدبية، والله العظيم. وكنت بين أمرين عندما أزورها، أود أن أقبل يدها وأحجو من هيبتها وعلو مقامها، أهابك إجلالا
وما بك قدرة علي ولكن من وعي حبيب. هذه الأمور العالمة وهذا الكلام إلى بناتي. العالمة فاضلة في البيت زوجة، زوجة بمعنى الخدمة والوفاء. أتعلمون ماذا تعرف لزوجها؟ والعلامة الدكتور محمد الشمس لم يعلم ذلك. في نهاية عمرها وفي هذا العمر القريب ألفت كتابا اسمه رفيق عمري عن الدكتور أحمد مطلوب. هذا النموذج العالمة في الجامعة، الزوجة الصالحة في البيت وأخلاقها. لا تذكري علي أن أقول شيئا والله، عندما أسمع أن بعض زملائنا ينادر الكبر والهيبة والعظمة ومشاغلة الطلاب ويتكلم معه من علم، وأذكر الدكتورة خديجة الحديدي وبضدها تتبين الأشياء. رحم الله الدكتورة خديجة الحديدي، وأقول وأكرر، يعني أنا أتأسف لا أريد أن أعبر من مكتب العلامة الكبير الدكتور محمد حسين الكبير، أعود فأقول وما فقدها فقدا لعين واحد ولكنه بنيان قوم ذهب السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين وصحبه المنتجبين ومن اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. وأرى المنايا بالذي تختاره للموت عاطلة وذات سوار، لكن أرادت أن تحوز لنفسها عين القلادة فازدرت بنكاري، فطولت في درج الخلود وطيبت بكسالك الأحقاد والآثار. توفيت الدكتورة خديجة الحديثي رحمها الله بعد عمر تجاوز 80 عاما، وأبقت لوعة في قلوب محبيها وتلامذتها. والحديث عن الدكتورة خديجة الحديثي متشعب، تارة يكون عن علمها وأدبها، وأخرى يكون عن وفائها لزوجها، وأخرى يكون الحديث لعلاقاتها الاجتماعية المتعددة مع مختلف أطياف الشعب العراقي والوطن العربي. ماذا عسى أن أقول لمن أسميتها قبل 40 عاما بأنها أستاذة الأساتذة؟ جاورتها في بغداد في العطريقية 10 سنوات حتى انتقلوا إلى دارهم في المنصورة، وانتقلت إلى النجف الأشرف. كانت وزوجها إنسانين بسيطين دنيتي الأخلاق، الجناب العالي والأدب الجم والخلق الرفيع والبسمة الرقراقة شأنهما، وهذا هو المراد بمواصفات المسلم الواقعي والعربي الأصيل. من حرف بمبادئ هدامة والتزم الخط الصحيح والنهج القوي
تحدث أخونا الدكتور البكاء عن سيرتها العلمية وعن حصولها للماجستير والدكتوراه كما تحدث الأخ الدكتور علي حج. أريد أن أتحدث عن بعض الجوانب. في 1976 طلب إلي المرحوم العلامة السيد خالد فياض عن كلية الفقه آنذاك أن أكتب شيئا للأساتذة والطلاب معا حول أول كتاب صدر في اللغة العربية في هذا العام، وكان كتاب سيبويه قد أصدرته بعنوان سيبويه وكتاب الدكتور خليج الحديثي، فكتبت تعريفا به موجزا في 3 صحائف ونشر في مجلة كلية الفقه، ونسيت الموضوع حتى نشر في كتاب رفيق العمر للدكتور الأستاذ الجليل أحمد محمود رئيس المجمع العلمي العراقي. أريد أن أتحدث عن صلتها بالطلاب، وهي ظاهرة بارزة نشأ عليها جيل العلماء الأوائل، كانوا يعاملون الطالب معاملة الصديق ومعاملة الرفيق ومعاملة الأخ، بل ومعاملة الند للند. وهذا قد نفتقده اليوم بشيء من التعالي. رحمة الله على أستاذي الكبير الدكتور يوسف الخليف، كان يسألني أسئلة وأنا تلميذه، هو المشرف على رسالة الدكتوراه في كلية الآداب بجامعة القاهرة، يسألني بعض الأسئلة فأجيب، فيرتاح ارتياحا شديدا. ما كانت تعامل طلابها خديجة الحديثي إلا معاملة الصديق، وهذه الناحية التي نفقدها اليوم. الأستاذ ليس سيفا مسلطا على التلميذ، وإنما هو مرب وموجه، وقد يكون التلميذ في يوم ما أفضل منه، وهذه سنة الحياة. كل الذين درسوا طاعة حسين أصبح طاعة حسين أفضل منهم بالإجماع، ما لها علاقة بالقضية. قد بعض طلابنا يكونون أفضل من عندنا في مستقبل الأيام وبحسب الجهد. هذه ناحية مهمة. الناحية التي ابتكرتها خديجة الحديثي هي أنها جعلت الحديث النبوي الشريف، وهو موضوع مبتكر أصيل، جعلت الحديث النبوي الشريف مصدرا من مصادر النحو واللغة والاستشهاد، واستعانت على ذلك بما ورد في كتب الحديث الشريف وكتب التراث من الاستشهاد ذلك، وهي بذلك قد أسست تأسيسا لاحتضان الحديث الشريف مضافا لاحتضانها القرآن. لقد حققت مع زوجها عدة كتب قرآنية ذات أهمية كبيرة، ويكفي أن تكون رسالتها للدكتوراه في أبي حيان الأندلسي. استمرت خديجة الحديثي في العطاء 60 عاما، وكان عطاء نادرا وقيما ومتميزا. كانوا عراقيين بمعنى الكلمة، لا يفرقون بين عراقي وعراقي آخر. أوائل من دخلوا إلى النجف الأشرف في جامعاتها ومنتدياتها العلامة الدكتور أحمد مطلوب
والعالمة الجليلة الدكتورة خديجة الحديدي. وكما يأنسان في القلوب إلى بيتي مع العلم أنهم مستضعفون من قبل الجامعة. وكانت إذا أتيحت لي الفرصة إلى بغداد أذهب إلى بيتهما الجديد في المنصور. هذا ما بنوا من الفلوس العراقية، هذا بنوا من إيفاتهم إلى الكويت وتدريسهم في الكويت في جامعة الكويت. صاحبتهم الجنتلس ولا كانوا في بيت أمام أجرب صفهم، كانوا في بيت 150 متر متواضع في الأقلية. هذا بنوه بأذرعتهم وبجبالهم. وكان الذي يحس في النفس أنها لم تنتخب عضوا في المجمع العلمي باعتبار زوجها عضو، وهذا ليس سببا. يعني الدكتور سهيرة القلماوي كانت عضو في المجمع اللغوي في القاهرة وأمثالها. كانت خديجة الحديدي إحدى ثلاث نساء برزن في القرن العشرين. السابق من الدكتورة سهيرة القلماوي وهي أستاذة عبد الرزاق الريدين أيضا، والدكتور عائشة عبد الرحمن بنت الشاطي زوجة أستاذنا العلامة الكبير الشيخ أمين الحولي الذي له فضل تدريس القرآن وعلوم القرآن ومبادئ القرآن وإدخال مادة التفسير في الجامعات، فقد أدخلها في كلية الآداب في جامعة القاهرة عام 1923، يعني قبل 95 عام، ودرسها في الماجستير ودرسها في الدكتوراه، وله في ذلك إنتاجات غزيرة. السيدات الثلاث خديجة الحديدي وسهيرة القلماوي وبنت الشاطي كنا ظاهرة من ظواهر العلم الأصيل والأدب الرفيع والخلق المتميز. وقد قدر الدكتور بنت الشاطي رحمه الله أن جاءت إلى العراق في 1991 لدى مهرجان ومؤتمر إعجاز القرآن في بغداد والنجف الأشرق، وحضرت كان في ليلة القدر المؤتمر قد عقد في الحرم الشريف، وكنت أحد المتحدثين به، فكانت من المعجبين وأفاضت في الأطناب، وتحدثنا عن سيرة زوجها المرحوم، وتوفيت في 1999 وأنا أصبحت في لبنان. أذاعت وفاتها وأذاعتنا وفاتها أذاعت لندن، فتألمت كثيرا. حقيقة حينما أخبرني الأستاذ الدكتور العلامة علي حجي بوفاة الدكتورة خديجة الحديدي أسقط ما في يدي وتألمت كثيرا، ومرت ذكريات 50 عام على مخيلتي، ولئن فقد شخصها فذكراها باقية وأثرها باق ومؤلفاتها خالدة. كتبت أكثر من 10 مؤلفات ناجحة، وحققت أكثر من 10 كتب تراثية في القرآن والنحو العربي وهي مصادر، وأبقت مئات البحوث. إنما ابن عزي الجامعات العراقية أولا والجامعات العربية والمجامع العلمية في الوطن العربي فإننا ننعى إليها أستاذة كبيرة ومربية فاضلة وحاملة على لغة القرآن.
على أي حال لا أريد أن أطيل عليكم. يقول الشاعر القديم: وإنما المرء حديث بعده ابن بريد، فكن حديثا حسنا لمن وعى. وفي رواية: من روى ولا صح من وعى. وهكذا الدنيا حال بعد حال، وهي سنة الله الجارية في الكون. الشيء الطريف عند أحمد مطلوب وخديجة الحديثي، ونحن معهما ألا يفرق بين مسلم ومسلم وعراقي وعراقي، كلنا أبناء وطن واحد وأبناء دين واحد. وهذه هي الرسالة الوطنية الصادقة. إن أعرق الناس خيانة هو الذي يفرق بين أبناء الشعب الواحد بملحظ طائفي أو عنصري أو إقليمي أو مذهبي أو مناطقي إلى آخره. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. المؤمن أخو المؤمن لا يظلمه ولا يظلمه، إنما المؤمنون أخوة. وهكذا وما أحوجنا لهذا الملحق الذي اتخذه كبار الأساتذة. لقد كان الدكتور مهدي المخزومي لا يفرق بين مسلم ومسلم، وكان الدكتور جميل سعيد أستاذنا هكذا، وكان الدكتور جلال خياط هكذا، وكان القمة في هذا الأمر الدكتور علي جواد الطاهر الذي أنجب الأساتيد. وهكذا سيرة ذوي العقول النيرة والأفكار السليمة والالتزام بمبادئ محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أشكركم والسلام عليكم. شكرا جزيلا للعملين الفاضلين على هذه الكلمات الرائعة العلمية التي تدل على الوفاء المطلق للأستاذة الدكتورة خديجة الحديثي. شكرا جزيلا لكلية التربية على هذه البادرة، وشكرا لجميع العلوم الذين تجشموا على العلوم في استماع هذه الكلمات القيمة. شكرا لكم.